بيك يا أصحابي، دلوقتي البالونة هتاخدنا وتطير في مغامرة جديدة مع يحيى وكنوز بسينو عن الحجر الرشيد. يلا بينا نشوف. تعرفوا يا أولاد، إمتى المصريين بدأوا يتكلموا اللغة العربية؟ أعتقد بعد الفتح الإسلامي لمصر على يد القائد عمرو بن العاص. بعدها بنى القائد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، وهي أول عاصمة إسلامية لمصر. بنى كمان جامع عمرو بن العاص، وهو أول جامع في مصر. يعني شعب مصر فضل يتكلم اللغة المصرية القديمة لحد ما تعلم اللغة العربية وبقى بيتكلم بيها. تقريباً كده يا سينو كان بيتكلم هيروغليفي؟ يحيى، الهيروغليفي مش هو اللغة المصرية القديمة خالص. الهيروغليفي خط من الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة المصرية القديمة، زي الخط الهيراطيقي والديموطيقي، زي خط النسخ والرقعة في اللغة العربية كده. فهمتكم. بمناسبة اللغة المصرية القديمة، انت عارف ازاي في عصرنا ده قدرنا نكتشف فك رموزها ونقراها ونعرف أسرار الحضارة المصرية القديمة؟ ده سؤال صعب فعلاً، خصوصاً إن اللغة المصرية القديمة ما بقتش مستخدمة لا في الحياة اليومية ولا في الكتابة. أنت كل مرة بتحكي لنا حكاية، إيه رأيك يا سينو نحكي لك إحنا المرة دي حكاية جديدة؟ حكاية إيه يا كنوز؟ حكاية اكتشاف الحجر العجيب. كان يا مكان في زمن من الأزمان، في مدينة رشيد، وبعد وصول الحملة الفرنسية لمصر، كان ماشي ضابط فرنسي جنب قلعة كبيرة، وبالصدفة شاف حجر ضخم مدفون تحت الرملة. فضل يحفر يحفر لحد ما قدر يطلع الحجر الكبير، ولقى مكتوب عليه كتابات شبه الكتابات اللي منقوشة على المعابد المصرية القديمة. سموا الحجر العجيب اللي اكتشفوه حجر رشيد. طيب وبعدين عملوا ايه بالحجر ده؟ قرر نابليون انه ياخده معاه وهو راجع بلده فرنسا، لكن هزيمة جيش نابليون خلت الحجر ينتقل لانجلترا، وهناك كان مركز اهتمام كل علماء اللغات والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة. طيب وايه النقوش اللي كانت مكتوبة على حجر رشيد؟ اكتشفوا نص واحد مكتوب بثلاث خطوط مختلفة، وفضلوا محتارين ومش عارفين يحلوا اللغز، لحد ما جه العالم الفرنسي شامبليون وقدر يميز اللي مكتوب باللغة اليونانية وقارن بينها وبين باقي النقوش على الحجر. فضل يحاول لحد سنة 1822، بعد ما خرج وأعلن العالم كله فك رموز حجر رشيد واكتشاف أسرار اللغة المصرية القديمة. كان إيه بقى النص اللي مكتوب بالثلاث لغات على حجر رشيد وقدر شامبليون يقراه ويفك رموزه؟ كان نص من كهنة المعبد للملك بطلميوس الخامس بيشكروه لأنه أعفى المعابد المصرية من دفع الضرائب وقدم لهم خدمات تانية كتير. معقول؟ مجرد صدفة هي اللي تكشف أسرار حضارة بقالها آلاف السنين؟ بس إيه رأيك بقى؟ بنعرف نحكي حكايات زيك؟ وانتوا عرفتوا كل المعلومات دي منين يا ولاد انتوا؟ من أستاذ عصام، وكان في سؤال في امتحان التاريخ عن فك رموز حجر رشيد. الامتحان! احنا نسينا الامتحان يا يحيى، لازم ندخل نذاكر حالا. باي باي بقى يا سينو. وبعد ما شوفنا حكاية النهاردة، قلولي بقى إيه رأيكم يا أصحابي؟ حلوة! فك رموز حجر رشيد بيعرفنا إن العالم كله كان مهتم بأسرار الحضارة المصرية القديمة. وبكده خلصت حكايتنا. استنونا في حكاية جديدة ورحلة سعيدة.